الحقيقه مقبله ولكن هضر كان عندي تم مشكل. دابا سهل. اول حاجه كنبغي نقول لكم كل اعضاء تعاونيات واتحاداتها وكل حضور كل متتبعين بصفه عامه، كنشكركم على تزكيتكم وثقتكم فيا. والحقيقه هذا ماشي غير هذه مسؤوليه، هذه لا حالتي ديك الاميه وحتى ديك، ولكن كتجي كويس كتستحمل اليك بالنفايات بسنه كاينين وسمين المنتور ديال الجمعيات اللي هما او التعاونيات اللي هما في الاحياء الصناعيه. الوقت ديالكم انكم تقوموا بزياره حتى في خارج الواقع وديروا شراكات وتعمل على تسمين المنتوج والتصليح ديالو من المغرب الى دول اوروبا وافريقيا وامريكا. لماذا؟ وشكرا بزاف على حكيمة خالص رئيسة الجمعية الوطنية للمقاولات التعاونية، هي أول جمعية وطنية في هذا الإطار اللي تهتم بقضايا التعاونيات المغربية. الهدف منها بطبيعة الحال هو أننا غندرسوا عدد من القضايا التي تهم هذا القطاع في كل مجالاته، سواء من المجالات التقليدية الصناعة التقليدية أو الفلاحة أو المجالات الأخرى، لأن تبارك الله التعاونيات مخلوقة جميع المجالات الإنسانية. الهدف أيضا الترافع من أجل يعني الوصول إلى تحقيق يعني بعض القضايا ديال التعاونيات، بجانب طبيعة الحال المؤسسات العمومية، المنظمات الغير حكومية، الجمعيات ديال المجتمع المدني وكل الجهات المساعدة. من ضمن الأهداف أيضا لهذه الجمعية هو أننا إن شاء الله سنعمل بخطة حول مساعدة المقاولات التعاونية على تسويق منتجاتها سواء محليا وطنيا أو دوليا بطبيعة الحال. وأيضا من الاهتمامات الأخرى الكبيرة التي تهم هذا القطاع هو تأهيل العنصر البشري لدى هذه التعاونيات. بغينا إن شاء الله يعني في إطار الاستراتيجية الوطنية ديالنا بإذن الله يكون عندنا صفر من الناس ديال المحو الأمية، ما يبقاوش عندنا أميين في صفوف المتعاونين والشباب والشابات اللي هم مقبلين. بغينا أيضا خلق مقاولات تعاونية قادرة قائمة بذاتها وقادرة على الاستمرارية. ما بغيناش تخلق تعاونية اليوم وتموت من بعد 3 سنين ولا 4 سنين ولا عامين، ولا تكون فقط هي كتطلب يدها للإعانة فقط، بل تكون مقاولة مستقلة بذاتها وبالتالي كتقدر تعيش وتدير واحد مدخول اللي هو قار ويكون بكرامة. أيضا من الأهداف الأساسية الوصول إلى المناطق القروية من أجل الرفع من مستوى ديال التعاونيات النسائية، لأن هذه مسألة أساسية ومهمة بزاف. عدد من التعاونيات النسائية اللي بحقيقة اللي كتنتج وكتخرج دم من يديها، ولكن عندها سلسلة لتسويق المنتوجات ديالها، كتبقى ديك السلسله نوعا ما بعض المره البنيه التحتيه او بعض الاحيان حتى المعلومه الاساسيه المهمه ما كتقدرش توصل لهذه المراه القرويه. كنهدفوا ايضا لكل الشباب خريجي المدارس المعاهد الجهات الاخرى باش ينضموا ويخلقوا مقاولات تعاونيه ديالهم باذن الله، لانه بالفعل راه ما كاينش العمل فقط في داخل الدولة ولا في القطاع الخاص، كاين أيضا في القطاع الثالث اللي هو قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نتمنى باش تكون هذا يعني إن شاء الله هذه الجمعية فتحة الباب لكل هذه الفعاليات وبالتالي تحقق هذه الأهداف المتوخاة لصالح المقاولات التعاونية المغربية. السلام عليكم، معكم المهندس محمد بن عمي مدير ضيعة الأوائل منطقة العرائش، واليوم إن شاء الله كان لنا الشرف باش نحصلوا على دعوة كريمة من الأستاذة حكمة خالص للحضور لجمعة إي سي سي، الجمعية اللي إن شاء الله غتقوم بالدفاع وكذلك المواكبة ديال التعاونيات. وهذه الفرصة هذه ما هي إلا بادرة ممتازة ومهمة بالنسبة للقطاع التعاوني، لان القطاع التعاوني في المغرب كيعرف واحد المستوى اللي مازال خاصو التطوير. وهذه الفرصه اللي تعطات لهاد الشباب اللي عندهم مقاولات تعاونيه انهم ينضموا لها باش يكون واحد التطوير وواحد الرفع من المستوى ديال الاقتصاد التضامني الاجتماعي في المغرب. السلام عليكم، معكم مدام شكروني سميه رئيسه التعاونيات من كيوا الى كيتبوير النفايات.
حنا اليوم كنتواجدوا في اطار الجمعيه التاسيسي للجمعيه الوطنيه للمقاوله التعاونيه. الحمد لله اليوم تشكل المكتب التنفيذي للجمعيه وهي جمعيه وطنيه. ان شاء الله باذن الله غادي تعمل على يعني تساهم في نهوض القطاع التعاوني. حنا كنعرفوا بان القطاع التعاوني هو قطاع مهم وهو قطاع كيساهم في نهوض الاقتصاد التضامني اللي هو اقتصاد يعني موازي لاقتصاد السوق. الحمد لله كان اليوم حضور مكتف العديد من التعاونيات اعضاء وعضوات التعاونيات. هذا كيبين بان هناك رغبه حقيقيه في المساهمه بنهوض هذا القطاع هذا ان شاء الله باذن الله، وباننا يعني نحققوا واحد المجموعه ديال الاهداف اللي صدرتها الجمعيه ومن بينها هو الترافع على القضايا ديال التعاونيات الوطنيه بشكل عام.